أنا عبر الهاتف ينضم إلينا أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. يا أستاذ أكرم أهلا بحضرتك. أستاذ أكرم. أيوة أهلا بحضرتك في البداية، وكل عام وحضرتك بخير وكل المصريين بخير. كل سنة طيبين ومصر بخير. ربما اتفق ضيفي السابقان على أن من أهم الأسباب الرئيسية التي وصلنا بها اليوم لمرحلة البناء وما تحقق من استقرار وتنمية هو تكاتف القوات المسلحة والشرطة وبل وكل مؤسسات الدولة. ما تعليقك على هذا الأمر؟ بالتأكيد، لأنها مؤسسات وطنية. القوات المسلحة قامت بدور مهم جدا في حماية الأمن والشرطة المصرية وأنظمة الإرهاب مع القوات المسلحة بقوة الحقيقة، والنتائج كانت في دول مختلفة حوالينا شفناها. يعني عندما تفككت الأنوية الصلبة للدولة فقدت هذه الدول البوصلة وفقدت قدرتها على استعادة الاستقرار، وبالتالي دخلت في فوضى عارمة. يعني اللي حصل في مصر يعني إن هي نجت من هذا المصير بفضل تكاتف القوات المسلحة. طبعا هم أبناء مصر، والشرطة هم أبناء مصر الحقيقة، وهم كمان وعي الشعب المصري بهذه المصائر والتفافه حول القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب اللي أسقط دول مختلفة حوالينا. لكن في مصر كان الوضع مختلف، لأنه نجحوا في أنهم يواجهوا الإرهاب بقوة، وإحنا عارفين أنه حرب الإرهاب ما كانتش سهلة لأنها حرب غير تقليدية. صحيح. والقوات المسلحة غيرت من تكتيكاتها واستراتيجياتها في مواجهة الإرهاب دون أن تتخلى عن دورها الرئيسي في حماية التراب الوطني وحماية أمن البلد. والحقيقة الشرطة طورت من أدائها بشكل كبير على مدى سنوات، ونجحت في أنها تقترب أكثر من الجمهور وتوسع من خدماتها بشكل جيد، وحتى المؤسسات العقابية نفسها أصبحت بتتطور بشكل يتماشى مع القواعد الدولية والقواعد الإنسانية. وأظن أنه كمان كانت الاحتفالية واضحة جدا في سياق أنه الشرطة المصرية إزاي قامت بأدوار مهمة في مواجهة تجارة المخدرات وتهديد الأمن العام بعد استقرار الأوضاع بعد هزيمة الإرهاب، هزيمة كبيرة يعني على مدى 7 سنوات. الحقيقه القوات المسلحه والشرطه تصدت بقوه، وقوات الشرطه زي ما قلنا طورت من ادائها وكانوا بيتسابقوا للذهاب لده، وده كانت والرئيس كان حريص جدا انه يوجه التحيه للشهداء باعتبار انه ده ثمن كبير مقدموا حياتهم في مقابل ان هم يحموا البلد ويحموا امنه. ربما أستاذ أكرم يظل السؤال الأبرز دائما، كيف استطاعت مصر أن تصل لهذا الاستقرار وهذه التنمية التي يشهد بها مؤسسات ودول كبرى في ظل منطقة مضطربة وأوضاع وأزمات مختلفة في المنطقة؟ حال الإرادة والإخلاص يعني. والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة منذ البداية درس الملفات كويس، كان واضح جدا وصريح بأنه الوضع صعب ولكن احنا نشتغل لحد ما نواجه ده. والحقيقة أنه كمان استبعد وأبعد الأسباب اللي أدت إلى اضطرابات سابقة، أو ويمكن وجه التحية لثورة 25 يناير النهاردة على اعتبار أنه دي أشواق التغيير ومطالب وكده، لكن كادت تنحرف في وقت من الأوقات، وشفنا إزاي تنظيمات إرهابية ومحاولات لاختطاف البلد. لكن الرئيس الحقيقة كمان هذا البلد في سكة أنه ان الاسباب اللي ادت الى اضطرابات او غيره ما تتمش، وانه التنميه وعداله التنميه وانه التنميه تصل لكل مكان. وكثير الحقيقه من المطالب اللي كانت مطروحه في 25 يناير وما قبلها الحقيقه تم التعامل معها بممرات التنميه وبمبادرات رئاسيه مهمه، مواجهه فيروس دي، مواجهه العشوائيات، مواجهه غيره، مع محاور وطرق، مع عاصمه اداريه، مع حياه كريمه اللي بتنتظم الريف المصري واكثر من نصف المصريين وحياتهم، مدارس وطرق وجامعات، مع كمان مشروعات زراعية ومشروعات صناعية ومشروعات صغيرة. وحتى في وقت كورونا اللي اقتصادات كثيرة ضعفت واهتزت أمام الفيروس، لكن مصر نجحت بسياسات مرنة أنها تواجه ده. فالحقيقة كل هذه الأسباب، الإرادة والإخلاص وتكاتف الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مع السير في طريق تنمية مستمر وصاعد وبناء سياسة متوازنة تقوم على التعاون والشراكة سواء داخليا أو إقليميا
دوليا كان ليه دور مهم جدا في جذب استثمارات، في تقييمات ايجابيه، في حل مشكلات كثيره عاجله زي الكهرباء، زي الطاقه اللي هي اساس الصناعه والزراعه وغيره. نعم. توسع في الانتاج الزراعي واضافه جغرافيا جديده لمصر. كل هذه كانت مطالب تحولت الى خطوات عمليه يعني، وخلال 5 سنوات اصبح في عاصمه اداريه، والقاهره فقط يعني خرجت من المأزق الزحام والاختناق اللي كانت موجوده فيه. اظن ان دي كلها اسباب كافيه لانه بقول ان مصر وعملت كل ده في محيط مضطرب وفي براميل بارود في المنطقه، فده كله بيدي انطباع انه الطريق الصحيح. واظن انه في قطاع الاوسع من الشعب المصري يرى ذلك ويتفاعل معه ويتقبله، وهو الذي قبل الاصلاح الاقتصادي الصعب اللي كان مقدمه لانه نعيد توزيع وصياغه الدخل بالشكل اللي يعود بالفائده وبفرص العمل وبالتشغيل. ودائما الرئيس في اسبوع الصعيد او قبله او في كل المشروعات يتحدث عن اهميه انه يتم توفير فرص عمل، وانه الشعب المصري يجد دخل ويجد فرص عمل ويجد حركه اقتصاديه قادره على انها تفتح السوق في الداخل وتقيم علاقات مع الاقليم والخارج. طيب استاذ اكرم، اذا تحدثنا عن سياق اخر وهو التطوير والتحديث الذي يحدث في كل قطاعات الشرطه والتصدي للهجمات الالكترونيه، التصدي ايضا للاكاذيب والشائعات والهجمات السيبرانيه وما الى ذلك، وهو بالتاكيد ما تم عرضه ايضا اليوم في هذه الاحتفاليه. بالضبط، يعني اظن انه الشرطه المصريه حلت المعادله الصعبه ان هي تحدث من قدرتها مع تطور اشكال وانواع الجريمه، تطور من ادائها لمواجهه الجريمه المستحدثه وغيره، وفي نفس الوقت يعني تقدم الخدمات بسهوله، سواء خدمات الجنسيه، خدمات الوثائق في البيوت او في الشوارع او المراكز المتحركه، وسرعه اصدار هذه الاوراق وقاعده معلومات. واظن ده كمان يعني جزء مهم جدا، وحتى الشرطه نفسها بتدخل في مبادرات زي حياه كريمه او في مبادرات لمواجهه الاسعار او توفير سلع باسعار معقوله مع الفئات المسلحه. كل ده بيعمل توازن في السوق، وفي نفس الوقت الخدمات الشرطيه نفسها، تطوير الاداه، تطوير التعامل، تحسين التعامل بشكل كبير مع المواطنين. طيب ده بيقرب العلاقات، لان زي ما احنا قلنا الشرطه دي من ابناء الشعب. تحسين الاداء حتى المؤسسات العقابيه، الجريمه المستحدثه، يعني احنا عارفين انه في زياده مضطرده في العالم في هجمات المخدرات وغيره، وده دور مهم جدا. وشفنا الحاله اللي تم يعني ضبط كميات ضخمه من المخدرات كانت تغرق في البلاد لسنوات، تم مواجهتها. الجرائم الالكترونيه، الجرائم المستحدثه، التنمر على السوشيال ميديا، محاوله ضبط هذا الاداء، يعني حتى الاداء الاعلامي والرد على الشائعات والرد على التفاصيل اللي بتحصل طول الوقت، ومصر لم تتوقف الهجمات عليها. يعني كل هذه الامور الحقيقه بتقرب بين الشرطه والشعب، حتى اشكال والتحديث اللي حصل في اقسام الشرطه والمراكز وغيره، كله بيعكس اهتمام واضح جدا بتحديث الخدمات. طيب استاذ اكرم، في هذه الاحتفاليه كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه كانت تحمل العديد من الفقرات، كل فقره بها رساله معينه او بها دلاله معينه، ما دلاله ترتيب هذه الكلمه؟ حقيقه الرئيس اولا كان مهتم جدا بانه يؤكد، وهو دائما بيهتم بتوجيه التحيه للشهداء باعتبارهم دفعوا حياتهم للوصول الى هذا الاستقرار، وقدموا سواء المصابين او الشهداء وتم تكريمهم. في الاطقم الطبيه اللي وجه لها برضه تحيه باعتبار ده شيء واضح جدا ومهم، وشهداء سواء في معركه الشرطه قبل 70 عاما او في الوقت الراهن، وزي ما احنا قلنا انه بيوجه الشكر دايما للشعب المصري وكده، وانه ثوره 25 يناير كانت بتعبر عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد للوطن، وده اللي بتعمله الدوله النهارده بخطى سريعه. ودائما الرئيس كمان يؤكد انه ما حدث مش كافي، وان احنا لازم نمشي
بسرعه اكثر عشان نعوض اللي فات ونعمل الجديد كمان. هو اكد ايضا ان ما حدث هو جزء من الطموحات التي يريد تحقيقها. بالظبط، وان ده كان ثمنه كبير جدا، وانه وازاي المصريين هزموا الارهاب بفضل القوات المسلحه والشرطه، وانه احنا مستمرين في التضحيات، وكمان طريق التنميه اللي هو يعني التنميه الشامله في كل المجالات لصالح الشعب المصري، وانه رجال الشرطه اصلا هم دفاعهم عن الاوطان ما كانش مرهون بامتلاك العده، يعني في انه الغايه هي المحافظه على بقاء الدوله وحفظ الامن وامان المواطنين، انه ده محتاج جهاز شرطه وطني وواعي ومدرك لطبيعه مهمته، وانه حياه كريمه اللي في كل المحافظات هدفها تحقيق غد افضل للاجيال، وانه مش بس القاهره او العاصمه او عواصم المحافظات. نعم. وانه قدر مصر انها عايشه في منطقه مضطربه كانت ولا تزال، يعني بؤرة الاحداث اقليميه ودوليه صعبه، وانه ده بتتعارض فيه المصالح وبتتغير التحالفات، انه المستحيل كان امبارح اصبح النهارده، يعني في ادراك واضح. صحيح. فكره الوعي وفكره التوعيه وفكره اهميه ادراك ما يجري في العالم، واهميه ادراك انه الحمد لله كيف نجت مصر، مش بس كده، وانها مشيت على خطى التنميه الشامله والتوسع، وان احنا ما قدمناش غير دايما الرساله الدائمه، وبالتاكيد نتطلع دائما لمزيد من الازدهار، وحده الشعب المصري والتماسك الوطني ووحده الجميع، يعني والتمسك بالثوابت الوطنيه، كل دي هي تاكيد انه حقوق المصريين مصانه باجهزه الدوله وبقواتها المسلحه وشرطتها وكل ابنائها، وهو ما نتطلع اليه دائما. على كل حال انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا على هذه القراءه وهذا التحليل.